السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي ونحبكم يا أصدقائنا. نحن نحب الجميع. عمر وهنا، هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو مدهش، الحمد لله سوف نمرح معا. عمر وهنا. ماذا كانت أمي لتفعل؟ أطلق عليه النار يا عمر. صرصور. ها؟ حسناً يكفي، أمكما تأخرت. لا أعرف، أيمكنك الاعتناء بعمر وهنا؟ نعم يمكنني ذلك. يمكنني ألا أذهب؟ ها هيا اذهبي. سأعد العشاء حين أعود. حسناً؟ حسناً، استمتعي بوقتك. نراك لاحقاً أمي. وداعاً. تركت قائمة على باب الثلاجة. ها قائمة؟ أية قائمة؟ قائمة الأعمال المنزلية. لا تبدو أنها طويلة. لا تتزهم يا أبي، نحن سوف نساعدك. المساعدة ممتعة، هيا لنعمل سويا. أهلا بك، هذه لك سيدتي. أوه شكرا. انتهيت من غسيل الملابس، والآن بقي علي كنس الأرض ومسحها والأطباق والحمامات. هذا كثير. الأمور على ما يرام؟ هل أكل الأطفال؟ اتصل بي إن حدث شيء. أحدثت فوضى. عمر لا تخبر أبي. كيف تفعل زوجتي كل شيء؟ أبي نحن جائعان. حسنا، ماذا تريدان أن تأكلا؟ هذا جيد. جيد جدا، صحيح؟ ها؟ جيد جدا، ويبعث على الراحة. أتشعرين بالراحة؟ أتشعرين بالراحة؟ استرخي، لا داعي للقلق، جميعهم بخير. تراجعا أيها الجنديان، استمرا استمرا. ماذا كانت أمي لتفعل؟ ليت أمي كانت هنا. ماذا تفعل أمكما عادة؟ أمي تضعها كلها. الأمور على ما يرام؟ أمي! انتهينا! أنت رائعة أمي! أنتم بخير؟ أتريدونني أن أعود؟ نحن بخير، لا تقلقي، نحبك. وداعاً. شكراً لك يا أمي على كل شيء. بفضلك أنت نحيا بسعادة. شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً لي.
يجزيك الله كل خير. انتهينا. وداعا. أعطني إياه. إياه. ياي. أمي أمي، كنت مهذباً وساعدت أبي في التنظيف. وأنا أيضاً. غسلنا الأطباق وطوينا الملابس. واو. والأهم من كل ذلك، أعددنا العشاء. شكراً جزيلاً لكم، شكراً على كل شيء، ليبارككم الله. آمين. الحمد لله. أحسنتم صنعاً، سأخرج أكثر من المنزل. ماذا؟ لا. السلام عليكم يا أصدقاء. هل تعلمون أنه علينا مساعدة والدينا في الأعمال المنزلية لنقوم بها كعائلة؟ فذلك ممتع. الحمد لله. ياي، لم تعد تؤلمني. فارس، لا تنسى أن تنظف أسنانك. حسناً. أنت لا تأكل؟ ها، شكراً. معدتي لا تزال ممتلئة. ها؟ أسنانك متسخة. أوه. ها؟ ما الأمر؟ أسنانه تؤلمه. ها؟ أي ألم؟ لما لا تأكل الكعك إذن؟ نعم، الكعك لذيذ. كنت محقاً. ما الأمر يا فارس؟ أسنانه تؤلمه. تؤلمه؟ دعني أرى. عليك الذهاب إلى طبيب الأسنان. سأذهب لأخبر أمك. ها؟ لماذا علي الذهاب لطبيب الأسنان؟ يجب أن يفحص الطبيب أسنانك ويقتلع المتسوس منها. ها؟ هذا مؤلم. مؤلم؟ أنا خائفة. ها؟ لا أريد رؤية الطبيب. عليك زيارة الطبيب. عالي سنك كي لا تؤلمك. وصلنا. مرحبا. لنعد إلى المنزل. أنا لا أريد. أنا خائفة. ستعالجك بسرعة. لنعد إلى المنزل. هيا لنذهب. أنا خائفة. لا، أعدك بأن أنظف أسناني. دعنا نجلس. أمي، لنعد إلى المنزل. عليك رؤية الطبيبة، وإلا فلن يزول الألم أبداً. واو، لذيذة جداً. أتمنى لو كنت أنظف أسناني. فارس، إنه دورك.
واو، مكان جميل. ايه كابتن أونيكس، السلام عليك فارس. وعليكم السلام. ها، والدة إندرا؟ نعم. إذن أسنانك تؤلمك؟ نعم. هيا سأفحص أسنانك. أنت معجب أيضاً بكابتن أونيكس؟ نعم، كابتن أونيكس قوي وسريع أيضاً. حسناً، لما لا تحمله؟ ستكون قوياً مثل كابتن أونيكس. ياي! حسناً، افتح فمك، دعني ألقي نظرة أولاً. هناك حفرة في سنك. ها؟ حفرة؟ هل يجب اقتلاعه؟ لا تقلق، لا داعي لاقتلاعه. حقاً؟ سأنظف فمك. ماذا؟ أنظفه الآن وأحشو السن. ماذا؟ أضع حشوة فيه. ياي، لم تعد تؤلمني. واو، رائع، أسناني نظيفة. صحيح، تماماً كالنبي محمد. حافظوا على أسنانكم، نظفوها دوماً كي تحمو صحتكم. من الآن فصاعداً سأنظف أسناني يومياً. زرني بعد 6 أشهر حسناً، سأفحص أسنانك ثانية. حسناً. هذه لك. واو، شكراً جزيلاً. على الرحب والسعة. فارس، هل نظفت أسنانك عزيزي؟ نعم أمي. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون أنه علينا تنظيف أسناننا؟ النبي محمد كان ينظف أسنانه، لذا لننظف أسناننا أيضا. الحمد لله. أنا خائفة جدا. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ها؟ واو. ما الذي قرأته يا أستاذ موسى؟ إنها سورة الإخلاص. الإخلاص؟ عمر وهنا حاولا أن تقرأ سورة الإخلاص. من يتلوها 3 مرات كأنه ختم القرآن. واو، هذه السورة قصيرة جدا، لكن إن تلوتماها ستنالان حسنات كثيرة. أريد الكثير من الحسنات. وأنا أيضا. أستاذ، أريد قراءتها أولا. حسنا يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سبحان الله، كانت قراءتك رائعة، أحسنت. الحمد لله. والآن دورك يا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله
الله. قل هو لنكمل غدا. ها؟ هنا، لما لم تذهبي لدار القرآن مع عمر؟ لا أريد الذهاب، لا أجيد القراءة. ها؟ لهذا عليك أن تتعلمي، الله يحب من يواصلون المحاولة. وستنالين الحسنات. أريد نيل الحسنات، لكن أبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكراً لأنك أوصلت عمر. على الرحب والسعة. أيمكنني رؤية هنا؟ أها، تفضل بالدخول. السلام عليك هنا. وعليك السلام. ألا تريدين تعلم القرآن معي؟ بلى أريد، لكن البارحة الله الله. الله. قل هو لنكمل غدا. ها؟ أرجوك لا تغضب مني ثانية يا أستاذ، أنا خائفة جدا. أوه، لم أغضب منك. ها؟ كان علي الذهاب إلى الحمام. آسف لأنني أخفتك البارحة، تعالي إلى الدرس غدا. حسنا. لكن أستاذ. نعم. كيف أنال الحسنات على تلاوة القرآن؟ أنا لا أجيد القراءة أستاذ. لا تقلقي هنا، مع أن قراءتك ليست جيدة ستنالين الحسنات لسببين اثنين. ها؟ أولا لأنك حاولت، وثانيا لأنك قرأت. واو، الله لطيف. سأتلو القرآن دائما وسننال الكثير من الحسنات. معا دوما سنحاول كي ننال الحسنات، سنواصل المحاولة وسننال الحسنات. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء. أتعلمون أنه حتى لو لم نجد قراءة القرآن سننال الحسنات من الله؟ أولاً لأننا حاولنا، وثانياً لأننا قرأنا. الحمد لله. القسطنطينية. ها؟ القسطنطي. رور. تي ريكس قوي، كل حيوانات الأدغال تخاف منه. روب العجيبة لديها أشعة ليزر، أما تيركس فلا. يبدو هذا ممتعا. لدي قصة رائعة، أتريدان سماعها؟ قصة؟ بالطبع أبي. بسم الله. كان يا ما كان هناك رجل معروف في كل مكان، يصلي دوما واسمه السلطان الفاتح. واو، السلطان الفاتح؟ صحيح، ظل السلطان الفاتح يحلم بفتح مدينة القسطنطينية. القسطنطي؟ القسطنطينية، وهي تدعى الآن إسطنبول. أوه، إسطنبول. لأكثر من 800 عام حاولت جيوش كثيرة احتلال مدينة القسطنطينية، لكنها فشلت. كيف نجح السلطان إذن؟ سأخبرك.
جيش السلطان الفاتح كان ذكياً. بنى الجنود كثيراً من المدافع الضخمة لتحطيم أسوار القسطنطينية. أوه، مدافع ضخمة مثل تيركس؟ كانت ضخمة وتحتاج لعشرات الأشخاص لجرها لأنها ثقيلة. واو، أتعرفان ماذا حدث؟ تمكنوا من إحداث فجوات في جدران المدينة، لكن أهل المدينة كانوا سريعين إذ أغلقوا كل الفجوات التي أحدثتها المدافع. ثم ماذا حدث؟ هل انتصر جيش السلطان؟ إن أردتما أن تعرفا لنصلي أولاً. ها؟ إن أردتما أن تكونا كالسلطان عليكما تأدية الصلاة في وقتها. هيا هيا. وزأر النمر هكذا. أبي أبي، اقرأ لنا قصة القسطنطينية. أوه نعم. حاول جيش المسلمين تحطيم البوابة الرئيسية الضخمة للمدينة، لكنه لم ينجح وأصيب الكثير من الجنود. أشعر بالحزن عليهم. أتعلمان؟ الله سبحانه وتعالى يساعد عباده دائماً، خاصة من يؤدون الصلاة في وقتها مثل السلطان الفاتح. لكن ليس هو فقط، كل أفراد جيشه أدوا الصلاة في وقتها. بمساعدة من الله خطرت للسلطان الفاتح فكرة رائعة، وهي الهجوم على المدينة من البحر. البحر؟ نعم البحر. تم وضع سلاسل معدنية ضخمة في البحر لمنع سفن السلطان من التقدم. وماذا فعلوا بعد ذلك؟ هل خسر جيش السلطان؟ كل الجنود اجتمعوا وبقوة رجل واحد حملوا السفن سويا وعبروا الجزيرة ليلا. هل كانت مثل سفننا؟ بل أكبر بكثير. أتتخيلان ذلك؟ حملوا 70 سفينة ضخمة في يوم واحد. هذا رائع. ها؟ وأخيراً نجح السلطان الفاتح وجيشه الضخم بدخول مدينة القسطنطينية. ثم رفع المؤذن الأذان في المدينة. أريد أن أصلي صلاة في وقتها. وأنا أيضا. هذا جيد. السلطان الفاتح رجل عظيم، يصلي الصلاة في وقتها. أدوا الصلاة في وقتها كي تنجح في كل شيء. حان وقت الصلاة. هيا. الحمد لله. الله أكبر. السلام عليكم. مرحبا يا أصدقاء. السلطان الفاتح عظيم. لنؤدي الصلاة في وقتها لننجح في كل شيء، والله سيحبنا أيضا. الحمد لله. سلحفاة مسكينة. واو، انظري يا أمي. إنه يوم ممتع. ما أجمل النزهة على الشاطئ لنبني قلعة رملية. يوم جميل.
كفاية؟ هي هنا، أين نضع النفاية؟ في سلة المهملات. أحسنت صنعاً. هنا هنا، تعالي بسرعة. ها؟ حسناً. ها؟ ها؟ أبي؟ 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 ها؟ أبي؟ ها؟ ما هذا؟ ها؟ نفاية؟ انظروا حولنا. أها، هيا نجمع كل النفاية ونضعها كلها في الأكياس. نجمعها وننظف الشاطئ لتأتي الأسماك وتسبح هنا. ها؟ الأسماك؟ نعم، فالأسماك تعيش هنا. ليس الأسماك فقط، بل أسود البحر وأفراس النهر وقناديل البحر والسلاحف وكائنات حية كثيرة. واو، حيوانات كثيرة. لكن كيف لها أن تعيش وكل هذه القمامة تطفو حولها في البحر؟ محزناً جداً. لذا عليكما ألا تتركا النفاية هنا. حسناً. ها؟ هاي، انظروا هناك. ها؟ سلحفاة؟ ها؟ سلحفاة؟ دعنا نرى، دعنا نرى. ها؟ سلحفاة مسكينة. أيمكنك إحضار سكين؟ دقيقة. سلحفاة مسكينة، اصبري قليلا. حسنا. انتهيت، الحمد لله. نحاول مساعدتك. عمر، هل أحضرت لي منشفة؟ نعم، حسنا. هذا مؤسف. اصبري قليلا بعد. ها؟ الحمد لله. لهذا علينا ألا نترك النفايات في المكان. وداعاً يا سلحفاة، نراك ثانية، انتبهي لنفسك. لا تأكل النفاية ثانية. لقد تضررت الأرض كثيراً، وكل ذلك بسبب البشر.
سلحفاة مسكينة. يا أصدقاء، لا تتركوا النفاية على الشاطئ، وإلا سيتسخ البحر، وهو موطن لحيوانات كثيرة. سنساعدها إن أبقيناه نظيفا. الله يحب ذلك. الحمد لله. تعالوا واشتروا. واو، ماذا تبيعان؟ العصير اللذيذ. اشتروا عصير الفاكهة. واو، يبدو لذيذا. أهلا، ماذا تريد؟ أها، أريد عصير البطيخ. بالتأكيد، لحظة واحدة. تفضل سيدي. هذا ليس عصير بطيخ، إنها صلصة حارة. لعبة المجاري رائعة. لما لا نبيع عصير الفاكهة؟ لنفعل ذلك. لنبيع عصير الفاكهة. عصير لذيذ، اشتروا منا عصير الفاكهة. سينتشر الخبر. حسناً جميعاً، انظروا إلي وقولوا عصير لذيذ. عصير لذيذ. هاشتاغ عصير لذيذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ موسى، اشتري العصير اللذيذ. يبدو لذيذاً، أريد كأساً. بالطبع أستاذ. نضع بعض الثلج ونملأه بالعصير. إنه جاهز. إنه جاهز. شكراً أستاذ. على الرحب والسعة. من عثر عليها يأخذها. أستاذ موسى، انتظر. عمر، هنا، هذه ليست نقودنا، علينا إعادتها. علينا أن نكون أمناء حتى يبارك الله في رزقنا. بسم الله. سبحان الله، لذيذ جدا. علي نشر الخبر. اشتروا عصيرنا، سوف ينفد كي لا يفوتكم. اشتروه الآن، عصيرنا لذيذ. عمر، إناء النقود مملوء، أيمكنك وضعه في الكيس الأبيض؟ بالطبع أبي. أوه لا، سينفد العصير، ماذا سنفعل يا عمر؟ نضع بعض الثلج ونملأه بالعصير. إنه جاهز. آها، أعرف ماذا سأفعل. نضع بعض العصير ونملأه بالثلج. إنه جاهز. كلما بعنا عصيراً أكثر ربحنا مالاً كثيراً. ياي، اشتروا العصير اللذيذ. واو، اللذيذ. ما هذا الصف؟ مرحباً عمر وهنا، ماذا يجري؟ مرحباً رافن، نحن نبيع العصير. إنه لذيذ جداً. أتريد كأساً؟ سأشتري كأساً. بالطبع، تفضل. ها؟ هل نفد؟ إن أردت المزيد عليك شراء كأس آخر. عصير فاكهة لذيذ، اشتروا العصير. ها؟ نفد؟ لم يكن كثيراً. اشتروا العصير، عصير فاكهة لذيذ. هذا غير معقول. ها؟ ماذا يجري؟ هناك مشكلة؟ الكأس مملوء بالثلج. آسفون، سنستبدله بكأس آخر. آسفون، كأس آخر. عمر، هنا، ما الذي حدث؟ وضعنا عصيرا أقل ومزيدا من الثلج لنجني مالا أكثر بكثير. عمر، هنا، كونا أمينين في التجارة وكونا صديقين. ها؟ حتى تكسب رزقا حلالا. لا مشكلة في أن تربح أكثر، لكن تذكرا أن تكونا أمينين. فكرا، نفكر فيما ستشعران. إن كان العصير قليلا أو طعمه سيء. فكرا، سنفكر في العصير الذي الذي سنبيعه. إن كان لذيذا سيشتريه الجميع. فهمت، سأكون أمينا منذ الآن. وأنا أيضا. كي يبارك الله في رزقنا.
ماذا؟ أين إناء النقود؟ ضاعت النقود. لكنه كان هنا. هي، هذا ليس عمر. هنا. ها؟ سأعيد لكما كيسكما. اعذراني، أخذت كيسكما بطريق الخطأ. ياي! شكرا جزيلا رابن. كم أنت أمين يا رابن. نعتذر يا رابن، لم نكن أمينين. قدمنا لك القليل من العصير. لا بأس، لا عليكما. تفضل، عصير على حسابنا. واو، شكرا لكما. حين نكون أمناء يبارك الله في حياتنا ورزقنا. الحمد لله. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون؟ أنه علينا أن نكون أمناء في التجارة. الله يعلم الغيب ويرى كل شيء. إن كنا أمناء سيبارك الله حياتنا. الحمد لله. ماذا يوجد في الصندوق؟ ها؟ ماذا يوجد فيه؟ في الصندوق؟ أريد أن أعرف أيضاً. ليس فيه شيء. ها؟ هي، لا تركضي. لا شيء في الصندوق. كفار ملاحقتي. أرينا يا ليزا. لا، لن أفعل. أي. ها؟ أوبس. ماذا حدث للكتب؟ آسفة آنسة ليلى، أوقات الكتب وكانا يلتقطانها. أوه، احذري في المرة القادمة. من اللطف أنك قلت الصدق. شكرا آنسة ليلى. الله يحب أن نكون صادقين. هلا ساعدتني في حمل الطعام يا ليزا؟ بالتأكيد. حسناً، انتهيت. هاي عمر، انظر. أخيراً تركت ليزا صندوقها. لنلقي نظرة. ماذا يوجد في الصندوق؟ واو، إنه عنكبوت. عمر، انظر إلى عينيه. ها؟ فارس، خذ. ها؟ لا، الرسول محمد معروف بصدقه. ساعديني. ما الأمر؟ ساعديني، هناك عنكبوت ضخم. عنكبوت؟ إنه لليزا. لما هو منقلب على ظهره؟ ها؟ منقلب؟ أتعتقدان أنه مريض؟ ها؟ كان يبدو بحالة جيدة. ربما. ربما ماذا؟ لا شيء، ربما كان نائما. نوما هنيئا سيد عنكبوت. لكن أهو نائم؟ يمكننا أن نحاول إيقاظه. فارس، علينا أن نخبر ليزا. لكن ماذا سوف تفعل بنا؟ الآنسة ليلى تقول إن علينا قول الصدق دائما. أخشى أن تغضب ليزا كثيرا. عمر، فارس، هيا يا عمر، لم لا نهز العنكبوت فربما يمكننا إيقاظه. حسناً، لنجرب ذلك. هذا هو صديقي. ها! ها؟ أها، وجدتها. أها. يا 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 يا
أخبار ليزا؟ لم يستيقظ. لكن عمر، تذكر يا فارس إن الله يحب أن نكون صادقين. إن شاء الله سيحبنا الله أيضا. فارس، ماذا تحمل؟ ها؟ إنه صندوق عنكبوت. عناكب. لماذا لا يتحرك؟ يبدو ميتاً. عنكبوت ميت؟ ميت؟ من الذي مات؟ ماذا يجري؟ أليس هذا؟ ليزا، نحن آسفان حقاً. لقد كنا نعبث وانقلب العنكبوت على ظهره فحاولنا إيقاظه لكننا فشلنا. نظن العنكبوت قد مات. هو ليس ميتاً. ها؟ إنه يتحرك ثانية. إنه يغير جلده. إنه يغير جلده. واو، سبحان الله. شكراً يا عمر وفارس على صدقكما معي. على الرحب والسعة. الله يحب أن نكون صادقين. هذا صحيح. الله يحب أن نكون صادقين. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون أنه حين نخطئ علينا قول الصدق وأن نعتذر كي يحبنا الله؟ الحمد لله. ها؟ الماء مقطوع؟ ها؟ عمر، هنا. لن يكون لدينا ماء غدا، علينا ترشيد استهلاك الماء، فإن لم نفعل لن يبقى لدينا ماء. تخيل ماذا سيحدث لو لم يعد لدينا ماء. لا يمكننا الاستحمام ولا تنظيف أسناننا. ها؟ لا. إذن عليكما ترشيد استهلاك الماء كي لا ينفد. الله يحب الشاكرين. حين نرشد استهلاك الماء فإننا نعبر عن شكرنا لله على نعمه. والآن حان وقت النوم. تصبحين على خير يا أمي. عمر، ها؟ قالت أمي إن علينا ترشيد استهلاك المياه. لكن حينها لن نتمكن من اللعب هكذا. هاي. ها. ها؟ انقطع الماء. هنا، انقطع الماء. ها؟ أترين؟ لا يوجد ماء. هنا لا يوجد ماء. أمي، انقطع الماء. ها؟ ماذا سنفعل؟ لم أستحم ولم أنظف أسناني. لا تقلقا، احتفظت ببعض الماء. رشيد استهلاك الماء كي لا ينفد أبدا. استهلكوا ما تحتاجونه ثم أغلق الصنبور. ياي، نحن نظيفان. ها؟ أمي انظري إلينا، نجمع مياه الأمطار. حين نجمعها في دلاء سنستخدمها.
أستخدمها ثانية. هيا جميعاً رشدوا استهلاك الماء لنكن شاكرين ونعم الله رائعاً. هاي عمر، أغلق الصنبور، أنت تشرف في الماء. أوه لا بأس، أمي احتفظت بالماء مؤكد لدينا الكثير منه. آه صحيح. عمر، هنا، تعالا لتأكلا. نحن قادمان. ها؟ ما الأمر يا عمر؟ ها؟ ها؟ لقد انقطع الماء. ماذا؟ انتظري، جمعنا ماء المطر صحيح؟ أوه نعم. ها؟ أين ماء المطر؟ استخدمته في غسل الملابس. ما الأمر؟ أمي ماذا سنفعل الآن؟ لا ماء لدينا لغسل أي شيء. كيف سنستحم؟ أمي ماذا سنفعل الآن؟ لا ماء لدينا لغسل أي شيء. سنغتسل. ماذا سنفعل؟ نفد ماء الصنبور والماء الذي احتفظنا به. أولا لا نستطيع الاستحمام أو تنظيف أسناننا. ستصبح رائحتنا نتنة. عمر، ألم تستهلك الماء بحذر؟ آسف يا أمي، نسيت إغلاق الصنبور قبل النزول. وأنا أيضاً آسفة. ها؟ يبدو أنها شاحنة نقل الماء. ها؟ يمكننا أخذ بعض الماء من الشاحنة. ياي، الحمد لله. تذكرا، علينا ترشيد استهلاك الماء. إن الله يحب الشاكرين. إن شاء الله، سأقتصد في استهلاك الماء. وأنا أيضاً. واو واو واو. هيا نرشد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعمه الكثيرة. هيا نرشد استهلاك الماء ونعبر عن شكرنا لله على نعمه الكثيرة. الحمد لله. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أنه إذا أسرفنا في الماء فإنه سوف ينفد؟ لذا علينا ترشيد استهلاك الماء. الله يحب ذلك. الحمد لله. ركوب الدراجات الهوائية. هيا يا عمر لننطلق. انتظري يا هنا، لم نقرأ دعاء السفر بعد. أنت محق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. مرحبا، لقد عدت. ها؟ عمر، هنا، لدي مفاجأة لكما. واو، دراجتان جميلتان. شكرا جزيلا أبي. على الرحب والسعة، لنركبهما في الحديقة. ياي. هي، قبل الانطلاق ماذا عليكما أن تفعلا؟ أعرف يا أبي، نقرأ دعاء السفر. أحسنت، وعليكما ارتداء معدات السلامة. علينا أن نحتاط أيضا. حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. واو، ها، ياي. ها؟ ها؟ هذا صعب. لا بأس هنا، واصل المحاولة.
حسناً. أقوى يا هنا، أنت لا تتحركين. حسناً. أها. جرب أن تركبها هكذا. هذا سهل. يا واو 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 يا. هذا صعب. بيب بيب. أقوى يا عمر، أنت لا تتحرك. يا ها عمر، كن حذرا. ها أراك لاحقا. عليك أن تدوسي هكذا. ياي، إنها تتحرك. شكرا أبي. على الرحب والسعة. واو 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 واو. أمسكتك يا عمر، كن حذرا. حسنا أبي. كونا حذرين. بالطبع أبي. عمر، أتريد التسابق إلى تلك الشجرة؟ من يصل أولاً هو الفائز. ها هنا، انتظري. ها هاي عمر، توقف. ها ها إنه شديد الانحدار. أنا خائفة، سوف أنزل ببطء. لا تخافي يا هنا، لنقرأ الدعاء. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإن إلى ربنا لمنقلبون. ها؟ هاي عمر، كن حذرا. هذا سهل جدا، كما أننا قرأنا الدعاء. يا أو واو 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 واو. أو أستغفر الله العظيم، هل أنت بخير؟ أظن ذلك أبي، لقد قرأت الدعاء ولكنني مع ذلك وقعت. قراءة الدعاء مهمة، لكن الحذر مهم أيضاً. هذا ما فعلته، كنت حذرة. عليك السير ببطء، حسناً، وستكون بأمان إن شاء الله. حسناً أبي، من الآن فصاعداً سأكون حذراً. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإن إلى ربنا لمنقلبون. الله يباركنا ويجعل كل شيء ممكنا، لا حول ولا قوة لنا من دونك يا الله. الحمد لك يا الله على رعايتك لنا. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء. قبل ركوب الدراجة علينا قراءة الدعاء وارتداء الخوذة والقيادة بحذر أيضا، وستكونون بأمان إن شاء الله. الحمد لله. واو، قوية جدا. كانت هذه المدينة جميلة وهادئة حتى هاجمها وحش. روبي العجيبة تطلق الليزر. قوية جدا، أريد أن أكون قوية مثل روبي العجيبة. تيركس أقوى. الأمور تحت السيطرة. رور رور. هاي عمر،
أنا أحاول أن أسمع أبي. الأمور تحت السيطرة من جديد وكل ما... عمر عمر، هنا، كونا لطيفين. لكن أبي، صوت عمر عالٍ. عمر، أيمكنك اللعب بهدوء؟ أوه، لكن صوت تيركس عالٍ. أريد أن أسمع عن روبي العجيبة. هذا ليس ممتعاً كاللعب بتيركس. رور رور. هيا تنفسا بعمق، هيا اجلس واهدأ. حين نصبر عند الغضب يرضى الله عنا. هل يمكنك أن تخفض صوت تيركس؟ هنا لا يمكنها سماعي. حسناً، لن أحدث ضجة. أحسنت صنعاً. الأمور تحت السيطرة من جديد، والفضل للبطلة الخارقة روبي العجيبة. تيركس أقوى بكثير. عم يم 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 يم. عم عم روبي العجيبة أقوى. هي تيركس. هاي، أعدها إلي. ها؟ ها؟ مستحيل، إنها ضعيفة. روبي العجيبة هي الأقوى. بل تيركس هو الأقوى. رور. حقاً؟ خذ هذا شعاع الليزر الأحمر. نار تيركس الحارقة. هي عمر. هنا عمر. هنا عمر. هنا. أستغفر الله العظيم. هيا تنفسا بعمق. عمر بدأ أولا. هيا اجلس واهدأ. هنا كسر التيركس. انكسر لأن روبي الأقوى. بل تقصدين تيركس. كفى، كلاكما مخطئ. ها؟ لأنني الأقوى. أتعلمان أن الأقوى هو من يكون أكثر صبراً حين يغضب؟ أكثر صبراً حين يغضب؟ لا تنفعل حين تغضب، الصبر عند الغضب يدل على القوة. يمكنني الغضب لأنكما تتشاجران، لكنني قررت أن أصبر، لأنني حين أصبر أصبح قوياً أيضاً. ها! واو! نريد أن نكون أقوياء مثلك. لكن أبي، ماذا نفعل؟ هيا اشربا واهدأ وتسامحا، هذا أفضل. لا تنفعل حين تغضب، الصبر عند الغضب يدل على القوة. أنا آسف هنا. وأنا أيضا. هيا. الأمور تحت السيطرة من جديد، والفضل للأبطال الخارقين الثلاثة الصبورين. الصبر عند الغضب يدل على القوة. الصبر عند الغضب يدل على القوة. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء. هل تعلمون أن الشخص الأقوى هو من يمكنه السيطرة على غضبه؟ لذا لنصبر عند الغضب.
لنصبح أقوياء. الحمد لله. واو، يا لها من ألعاب نارية رائعة. أيها القائد عمر، تم تحديد وجهتنا التالية، نحن مستعدون للإقلاع. رائع، تشغيل الطيار الآلي نحو وجهتنا. مستعدون، لكن قائد عمر، إلى أين نحن ذاهبون؟ إن شاء الله سنذهب الليلة إلى المدينة، توجد ألعاب نارية رائعة. ألعاب نارية؟ الألعاب النارية جميلة، يطلقون أشكالاً مختلفة. أوه. إنها ملونة. وتضيء سماء الليل بأكملها. واو، جميل جداً. ها؟ مستعدون لننطلق. لننطلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الألعاب النارية ملونة وجميلة، تضيء سماء الليل، كم هي جميلة. رؤيتها مع العائلة تسعدنا جدا. ها؟ انتباه، حركة مرور كثيفة أمامك. ها؟ هل وصلنا يا أبي؟ ليس بعد، هناك ازدحام مروري. ها؟ ها، لا تقلقوا، أعرف طريقا مختصرة. إعادة حساب المسار. إن شاء الله سنصل قريبا. حسنا. ياي. أسلك المخرج الأيمن. أبوكما وعدكما وقال إن شاء الله وسوف يفي بوعده لنرى ألعاب نارية. إنه يبحث الآن عن طريق بديل. أسلك المخرج الأيمن، انعطف يمينا. أها. ها؟ يا إلهي، هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ لا، ليس بعد، الطريق مغلق. آه، ماذا سنفعل؟ أريد رؤية الألعاب النارية. لا بأس، سأجد طريقا آخر. حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إعادة حساب المسار. لا يمكن تحديد الوجهة، إعادة حساب المسار. متى سوف نصل؟ سنصل قريبا إن شاء الله. حسنا. حين يكون الأمر صعبا ادعوا الله ليساعدكما. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير. ساعدنا يا رب وسهل الأمر واجعلنا أكثر سعادة. ها؟ أولا. قائد عمر، تحذير تحذير، استعد للهبوط الاضطراري. ها؟ إنا لله، لدينا إطار مثقوب، هل الجميع بخير؟ ها؟ ماذا حدث؟ لما توقفنا يا أبي؟ اصبري يا عزيزتي، لدينا إطار مثقوب، علي تغييره، لن أتأخر. لن نصل، أليس كذلك؟ أريد رؤية الألعاب النارية. أنا وأبوكما نرغب في أن نريكما الألعاب النارية الجميلة، لكن في الحقيقة نحن نخطط ونبذل جهدنا، لكن الله هو من يقرر ما سيحدث. ها؟ واو! تذكرا دائماً أن قرارات الله أفضل من أمنياتنا.
نخطط كثيرا لكن الله يجعلنا أكثر سعادة يجعلنا أكثر سعادة الحمد لله. أين نحن؟ مرحبا. السلام عليكم. هل تعلمون يا أصدقاء أنه حين نخطط لفعل شيء علينا أن نبذل جهدنا ونترك الباقي لله، والله سيعطينا ما هو أفضل لنا إن شاء الله. أنس ليلى. أنس ليلى. أنس ليلى. أنس ليلى. الله أكبر. الحمد لله. يسعدني تدريس هؤلاء الأطفال. يا الله، اجعل هذا اليوم يسيراً. آمين. السلام عليكم أنسة ليلى. وعليكم السلام. صباح الخير نورو. نورو؟ ها؟ هي نورو، كيف تسير الوحوش؟ ها؟ هكذا. شكراً أنسة ليلى. صباح الخير يا أنسة ليلى. صباح الخير يا أطفال. اليوم سوف لا يمكنك الإمساك بي. صفقوا صفقة. صفقوا صفقتين. صفقوا ثلاث صفقات. رائع. والآن لنبدأ. يا أولاد، اليوم سنتعلم الطرح. الطرح؟ حسناً، أخرجوا كتاب الرياضيات وافتحوا الصفحة السابعة. والآن لنتخيل. سبع تفاحات أكلت ثلاثة، كم تفاحة تبقى لدينا؟ واحدة، اثنتان، ثلاثة، أربعة. أحسنتما. ها؟ لكن لا أرى التفاح. نعم صحيح، لا أراه أيضا. ألم تسمعوا؟ الأنسة ليلى قالت لنتخيل. لكن كيف؟ أها، افعلوا مثلي. سبعة أصابع خبأنا ثلاثة، كم إصبع يبقى لدينا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، أربعة. أحسنتِ. هل فهمتم؟ فهمنا. حسناً، أجيبوا عن الأسئلة، وإن احتجتم المساعدة أخبروني. حسناً. أنسة ليلى، لا يمكنني حل شيء. هل جربتِ استخدام أصابعك؟ نعم أنسة ليلى، لا أفهم. لما لا نحاول أنسة الآن؟ ليلى؟ ها؟ هل جميع إجاباتي صحيحة؟ أنسة ليلى، أنا جائع. انتظر قليلاً، سنأخذ استراحة قريباً. علي الذهاب إلى الحمام. ها؟ هل هذه صحيحة؟ ها؟ ها؟ توقف يا فارس. أنسة ليلى، أنسة ليلى، أنسة ليلى، أنسة ليلى. ها؟ الآنسة ليلى مذنبة. واحد، اثنان، خمسة. انتظروا، انتظروا، أريد مواصلة المحاولة. آنسة ليلى. لا، رجاء. آنسة ليلى. ها؟ يسعدني تدريس هؤلاء الأطفال.
أنسة ليلى أنسة ليلى أنسة ليلى أنسة ليلى. صفقوا صفقة. صفقوا صفقتين. صفقوا ثلاث صفقات. جيد جدا. ياي. وداعا أنسة ليلى. وداعا أبي. شكرا على مجهودك أنسة ليلى. على الرحب والسعة. ها؟ شكرا أنسة ليلى. لا عليك نور. الحمد لله. السلام عليكم. مرحبا. نعم نعم، لدينا حصة رياضة غدا. حسنا، على الرحب والسعة. السلام عليكم. أليس المعلمون رائعون؟ التعليم متعب جدا، والمعلمون يعملون بجد لتدريسنا. إذن لنقول شكرا لمعلمينا. الحمد لله. كعكة الفاكهة هذه لي. أمي أبي ماذا تعدان؟ أمكما وأبوكما يعدان كعك الفاكهة. كعك الفاكهة لذيذة جداً، أحب كعكة الفاكهة. واو. أريد المساعدة. أوه، وأنا أيضاً وأنا أيضاً. بالطبع، لنعدها معاً. أنا أساعد أبي في إعداد الكعك. أنا أساعد أمي في إعداد الكعك. نحن نعد الكعك اليوم وسنعطيه للآخرين. ها؟ العطاء عمل صالح ينير يومنا. نعطيه للآخرين؟ لكن أنا أحب كعك الفاكهة. إن أعطيناه للآخرين لن يتبقى شيء لي. هنا، إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء. أوه، حسناً. لا تقلقي، سأعد الكثير منها، وإن تبقى شيء يمكنك أكلها كلها. ياي، الحمد لله. سنأخذ الكعك إلى المسجد الليلة. حسناً؟ حسناً. أمي في المسجد، يمكنني تناول كعكة الفاكهة صحيح؟ بالطبع عزيزتي. عمر هنا. مرحباً يا أصدقاء. واو، رائحة طيبة. ما هذا؟ كعك الفاكهة. سنعطيها للآخرين، أتريدون؟ نعم رجاءً. وأنا أيضاً. بالطبع، كعكة لكل منكم. رائع رائع. شكراً لكما. هاي، انتظراني. ها؟ تفضل. ها؟ لم يقل شكرا حتى. نحن نعطي الآخرين، هذا عمل الخير. شكرا يا هنا وعمر من كل قلبي. نحن نعطيكم الكعك ليكن يومكم سعيدا. هيا جميعا تناولوا الكعك اليوم. أهذا كل ما تبقى؟
أنت ثانيتان؟ لقد أخذت واحدة. هنا، أتذكرين ما قاله أبي؟ لكنه أخذ واحدة. هنا، أرجوك لا تكوني كذلك. حسناً. أحسنت أختي الصغيرة. أرأيت ذلك؟ لم يقل شكراً ثانية. الحمد لله، الجميع تناول كعكة الفاكهة. ياي، تبقى بعضاً منها لي. لا يمكنكما الإمساك به، لا يمكنكما. لا بأس، تبقت كعكة واحدة. لا، لن تأخذها، كعكة الفاكهة هذه لي. هنا، لا بأس يا هنا. لكن يا عمر، لقد أخذ اثنتين. هنا، أتذكرين ماذا قال أبي ثانية؟ إعطاء كعكة الفاكهة التي تحبينها هو أفضل أنواع العطاء. تفضل. أحسنت يا أختي الصغيرة. هل هذه لي؟ واو، شكرا لك. أحب كعكة الفاكهة، لنأكلها معا. الحمد لله. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون؟ أننا حين نعطي أشياء نحبها فهذا هو أفضل أنواع العطاء. الحمد لله. ها؟ ما هذا الصوت؟ أبي، ماذا تفعلان؟ اسمعا يا عمر وهنا، صوت الطبيعة خلقه الله، رائع سبحان الله، في جميع أنحاء الكون تسبح المخلوقات وتعبر عن حمدها لله خالقها. الله إلهنا وليس كمثله شيء، احمد الله جميعا وسبحوا بحمده. مالح جدا. يم يم. ها؟ ما هذا الصوت؟ يم يم. أمي، أبي. ها؟ ما الذي يجري؟ هناك شيء بين الشجيرات. لا شيء هنا. لا شيء؟ لنستعد، يكاد يحين وقت المغرب. حسناً. ها؟ ما هذا الصوت؟ عمر، هنا، لما لا نتحرى الأمر؟ ها؟
أنت تمزح. أنا خائفة. لا تخافا، أمكما وأبوكما هنا. انظرا يا عمر وهنا، الضفدع خلقه الله. ضفدع لطيف جدا، رائع، سبحان الله. واو. ها، ما هذا الصوت؟ لنتحرى الأمر. ها؟ انظرا يا عمر وهنا، البومة خلقها الله. واو، إنها بومة، رائع، سبحان الله. لم يعد الصوت مخيفا. أها، بل هو جميل. الحمد لله. ها، ما هذا الصوت؟ ها، أمي، أبي، أنا خائفة حقا. لا عليك، أمك وأبوك. واو، إنها لطيفة جدا. ها؟ واو، واو، تلك سناجب طائرة. أوه، عمر، هنا، أتريدان رؤية شيء آخر؟ ها؟ تعاليا معي. واو، سبحان الله. الله إلهنا وليس كمثله شيء، احمد الله جميعا وسبحوا بحمده. احمدوا الله جميعا وسبحوا بحمده. السلام عليكم. هاي، هل تعلمون؟ حين تصدر الحيوانات أصواتاً فهي تسبح الله وتعبر عن حمدها له، لذا لا تخافوا من أصوات الحيوانات. الحمد لله. نحب ميمي. ها؟ أمسكيها، أمسكيها، أمسكيها. سأمسك بك. إيه. ها؟ ميمي، وقت الحمام. أريد مواصلة اللعب. هاي ميمي، يجب أن تستحم. إذا لم تستحم ميمي ستمرض. ها؟ لكن لماذا؟ فكرا. نفكر؟ إذا لم تستحم الحشرات ستلسعها وستمرض. لا أريد أن تمرض ميمي، فأنا أحبها. حسناً، إن كنت تحبينها يجب أن تحمميها. أريد أن أحممها. لحظة، لكن قبل ذلك بالفرشاة. بالفرشاة نزيل الشعر. نزيل
كثيرة، سوف أعود. ميمي، سننظفك. ها؟ عمر، هنا. ميمي لا تحب الماء البارد، تحبه دافئا. هذا صحيح، ننشفها جيدا. ميمي نظيفة. ها؟ واو. تفضلي. ميمي، وقت الطعام. كل المزيد، تفضلي. ميمي، كلي طعامك. صحة جيدة. لا تبالغ في إطعامها، فقط مرتين في اليوم. ها؟ ميمي؟ إلى أين ذهبت؟ ميمي، ميمي. هي، ها هي. يا ميمي مقرفة. هناك مشكلة. أوه، علينا تنظيف إناء التبول الخاص بها. ها؟ إذا كان الإناء متسخاً لن تتمكن من التبول ويمكن أن تمرض. لا أريد أن تمرض، فأنا أحبها. إذا كنت تحبينها، فما رأيك أن ننظف 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 الإناء، نملأه ثانية، نملأه بالرمل. علينا تنظيف إناء ميمي دائما، فهكذا نعبر لها عن حبنا. ثمانية، تسعة، عشرة. ها ها. بو. نهتم بميمي، ننظفها دوما ليرضى عن الله. ميمي. نهتم بميمي، ننظفها دوما. السلام عليكم يا أصدقاء. هل تعلمون أن الاعتناء بالقطط هو سنة؟ علينا أن نحب القطط ونعاملها كأفراد عائلتنا، والله سيحبنا. الحمد لله.